والعثور على أضحية مناسبة مع ثمن يراعي الميزانية معادلة صعبة قد يسهم أو تساهم في حلها سلالة أغنام الأجلال التي تمتاز بخصائص تجعلها الاختيار الأمثل. صبرين سالم. هذا الكبش من السلالة نتاع نعشته الأجلال، يعني تلقى الصوف هنا ما فيه جلد دماغ نتاعو، تلقاه كرد ما فيه يعني أبيض، تلقى الرقبة نتاعو، تلقى الرقبة نتاعو شوف ما فيهاش يعني الصوف، البيوضة كما راك شفت تلقاه أبيض، الأذن نتاعو ما تلقاهاش مطبقة، تلقاه يعني مطلوقة يعني به. سلالة أغنام ولاد جلال ذات الصيت والشهرة دفعتنا إلى التساؤل عن سر جودة لحومها. هذه يقول لها الرمث، يعني من أحسن شجرة في الصحراء. هذه هي اللي من الاجور اللي طيب اللحم نتاع النعجه اللي راكم تقولوا لي قبل الخروف نتاع ولا جلال واللحم الطيب نتاعها والصوف نتاع النعجه، يعني ما تقلبوش تقلبوا يعني عطر يخرج على الصوف يقلبوا عطر نتاع الغنم، وفيها دواء حتى للدبايب كي تاكلوا نقولوا تعود حاكمتها للريه ولا حاكمه يعني مرض، كي تاكلوا هذا الشجره ذي تريح تبرى منها. الدواء هو اللي راه يطيب هذا الرمث، وكاين النقد وكاين الشيح، هذوم الاجور اللي يطيبوا اللحم نتاع الغنم. للحفاظ على هذا النوع وزياده انتاجه، مركز التلقيح الاصطناعي للاغنام بولا جلال يعمل على ان يبقيه بمنأى عن الاختلاط مع غيره. نلاحظ انه بدات عمليه الكروزما بين السلالات، ولهذا السبب نقوم مع الموالين الذين ما زالوا يحافظون على سلالة ولا جلال بانتقاء واختيار أحسن الفحول، تتم عملية التلقيح عند الموالين. هذه هي سلالة أغنام ولاد جلال، لم تتغير جودة جيناتها مع مرور الأزمنة، للعلمي فيها دور مهم وللتقليدي دور لا غنى عنه.